دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي معانا فيها كمان مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت أمس، منها وصول فريق معهد القلب للكشف على المرضى بمستشفى العريش العام في شمال سيناء، واستلام 3 طن لحوم و7500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة. امبارح أيضا في أخبار المحافظات تم بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا. كمان أيضا تم انطلاق مبادرة صحتك رمضان للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة في محافظة الإسماعيلية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقريري القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي وصل فيها المستشفى العريش العام فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة في إطار بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية والقضاء على قائمة الانتظار بإجراء العمليات الجراحية. في البحيرة تم استلام 3 طن لحوم صكوك إطعام واستلام 7500 شنطة رمضانية، وتم إيداعها في ثلاجات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، وجاري توزيعها على قرى الأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية. في الغربية بيتم العمل على إنهاء تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللي بيتم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ليكون المركز الإقليمي لخدمة محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، وحالياً أعمال الإنشاءات وصلت 88%. في قنا تم إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بخانس التابعة لمركز أبو تشت، وشملت نقطة إسعاف بخانس ومجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية. في الإسكندرية أكدت المحافظة على استهداف زيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء والمراكز، ووصل إجمالي ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة حوالي 71,181 شجرة بنطاق أحياء الإسكندرية منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وحتى الآن. في الإسماعيلية تم بدء فعاليات مبادرة صحتك رمضان للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وده ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتقدم خدمات الفحص لثلاث فئات، هم مرضى السكري ومرضى الضغط والمصابين بمرضى السكر والضغط معا. في الوادي الجديد تم طرح دواجن طازجة بسعر 90 جنيه بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديريتي الزراعة والطب البيطري ومنافذ متنقلة بالأحياء، وده ضمن التوسع في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.